بكلمات مؤثرة نعى فنانو مصر زميلا لهم وصفوه بأحد أهم رموز الفن والإبداع في الوطن العربي طيلة العقود الماضية. الفنان هو طبعا نور الشريف الذي وفته المنية بعد فترة من عدم الاستقرار لحالته الصحية. الفنان الراحل يحتفظ بسجل حافل من الأعمال الفنية والدرامية التي بالتأكيد سيصعب نسيانها. نور الشريف فنان كبير ترك بصمة فنية كبيرة في عالم الفن. نور الشريف أو محمد جابر الذي ولد في 28 من إبريل عام 46 وعاش أولى سنية حياته في الحي الشعبي السيدة زينب. نور الشريف الذي رحل عن عالمنا ترك تراثا فنيا كبيرا، أكثر من 220 عملا فنيا ما بين فيلم ومسلسل ومسرحية. في بداية حياته احترف نور الشريف كرة القدم لكنه تركها من أجل التمثيل، فكانت بدايته مع حسن الإمام في فيلمه قصر الشوق في دور الشاب الغض. كما الحب ليها حب عبادة. السينما المصرية ستتوقف طويلا أمام أعمال نور الشريف، فمحطاته السينمائية جريئة ومتنوعة إلى حد الاختلاف الكلي بين دور وآخر. انت عبقري تصوير، الله يخليك، عشان تعرف بس ان شمس هو شمس. ضربة شمس احد 6 افلام قام بانتاجها نور الشريف منذ العام 72 وحتى العام 80، كانت باكورة تعاونه مع زوجته السابقة الفنانة بوسي في الانتاج والتمثيل، وقد تركت افلامه مع المخرج عاطف الطيب واحدا من افضل افلام السينما المصرية. بقى المعلم سلطان اللي كانت كلمته تهز الحتة كلها يحصلوا ده كله واحنا واقفين نتفرج عليه، ده الواحد يدفن نفسه بالحياة احسن. سواء الاتوبيس، صرخة مجتمع في زمن الانفتاح، فيلم نال عليه نور الشريف جائزة من مهرجان نيو دلهي، لينطلق بعدها نور في مجموعة أفلام سينمائية جسد فيها شخصيات أقرب لمشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية. أبوك بيعرف إمتى يقول لك. من أول الناس اللي قرروا إن هم يتمردوا ويغيروا الشكل وينقلوا نفسهم في التمثيل كان نور الشريف. سواء الأوتوبيس تحديدا كان فيلم فاصل، كان فيلم بيتكلم على الفترة بتاعة الانفتاح الاقتصادي وازاي أثر وازاي دمر من خلال الرمز المصري بالورشة الكبيرة، وحماسة نور الشريف انه يشتغل في فيلم من اخراج عاطف الطيب اللي وقتها ما كانش حد بيراهن عليه او يراهن على المخرجين الجداد او كالعادة يعني. نور الشريف مع يوسف شاهين تفوق في المصير وصاغ حدوتة يوسف شاهين المصرية ببراعة وحرفية. حركة! وقد كان لنور الشريف بصماته الدرامية في عالم المسلسلات والتي أثارت الكثير من الإعجاب والجدل. عملنا إيه؟ يعني مضينا الوقت كله في الحسابات، يعني شيل المبلغ ده حط المبلغ ده، دماغي ورمت من الجمع والطرح. يعني مش قلت لك جوازة مصلحة؟ طبعا قدم عدد كبير من الاعمال الناجحه مع احمد توفيق تحديدا في التلفزيون، زي اللي انا عايش في جلباب ابي، ومنهم كان عمر بن عبد العزيز طبعا، وكان هارون الرشيد، كان مجموعه كبيره من الافلام. ونور كان من الناس اللي انتبهوا لاهميه التلفزيون من بدري، وقدم مجموعه بطوله حتى مجموعه من الاعمال وهو في قمه نجوميته السينمائيه، زي مارد الجبل مثلا، منها مارد الجبل. كما كانت له ادواره الكثيره في المسلسلات الدينيه، فمن هارون الرشيد الى عمرو بن العاص الى الامام عمر بن عبد العزيز. صدق الله، العظيم. مسيرة نور الشريف ستظل واحدة من العلامات الرئيسية في حياة الفن المصري في السينما أو المسرح أو التلفزيون، وسيظل لنور ضوءا في الوجدان العربي لا يخبو ولا ينطفئ بمرور الزمن. محمد حميدة، BBC، القاهرة. نهاية العالم هذا المساء، نلقاكم غدا في 6 بتوقيت غرينتش، انتظروني، إلى اللقاء.